فعلنا خيرا فقد أخذنا جل الوقت لأنهن الأجدر به. سابق نبدأ معاكم لنقول لكم بعد هذا الخبر أبو عبيدة الآن الملاحم التي سطرها مجاهدونا مما أعلنا عنه ومما لم نعلن عنه ستسطر في واحدة من أعظم وأقدس المعارك في تاريخ أمتنا. مما تعلمنا أن الوقت الآن أصبح قليلا وقد كفيت جل ما كنت سأقوله من أن المرأة المسلمة لها دور ومن أنها مشاركة بالحياة ومن أنه مطلوب منها ما هو مطلوب من أخيها الرجل وإنها مسائلة كما هو مسؤول يوم القيامة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. معناها أنهم يعني نفس الطريق ونفس التكاليف. عفوا تلاتنا أسرع تلي خلينا نرسل سمحونا شوي. قلت إن أخواتي قد كفينني مسؤولية تأكيد أن المرأة مسؤولة عما الرجل مسؤول عنه ومكلفة بما هو مكلف به ومطلوب منها ما هو مطلوب منه إلا ما خصص بدليل إلا ما خصص عدم طلبه منها بدليل. والجهاد ماض إلى يوم القيامة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. والله تعالى بين لنا أنه ينبغي أن ننصر إخوتنا حين يستنصروننا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. والعلماء يؤكدون أنه في مواضع معينة ينبغي للمرأة أن تخرج للجهاد دون إذن الولي ودون إذن الزوج. من هذه المواضع استنفار موضوع الاستنفار ومنها إذا احتل شبر من بلاد المسلمين وهي متوفرة الآن في هذا الوقت. حين يستنفر الإمام الناس للجهاد ينبغي للمرأة أن تخرج ولا يهمها غير هذا الاستنفار. كما أنه حين يحتل شبر من أرض المسلمين ينبغي للمرأة أن تخرج لتحرير أرض المسلمين. هذا يجعلنا الآن نعلم يقينا أننا مسؤولات عن فعل شيء مسؤولات عما نستطيع. ومن رحمة الله بنا أنه لم يكلفنا إلا ما نستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولكنه كلفنا ما نستطيع. فبعض الناس يذكر هذه الآية ويظن أن الأمر قد انتهى وأنه لا تكليف إلا بمستطاع لكنه ينسى أن المستطاع مكلف به. أن المعلمين أصلا ما ترمحهم حركة الوقت خاصة العاد ما هم قارئ العاد ما يقرأ. إن المستطاع مكلف به والمستطاع لا يعرف إلا بعد أدائه لا يعرف إلا بعد الدخول فيه. فلا يعرف المرء هل يستطيع فعل هذا أم لا يستطيع إلا بعد أن يدخل فيه فيعجز عن فعله. حينئذ لم يعد مكلف به لأنه ليس في وسعه وليس من المستطاع. والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. إذن نحن ينبغي أن نبذل الجهد حتى نبلغ الوسع. يجب علينا أن نبذل الجهد حتى نبلغ الوسع. ولو كان ذلك يكلفنا أن نذهب إلى الحدود فإذا أرجعنا من الحدود فقد بذلنا وسعنا في الخروج للجهاد في سبيل الله. دور المرأة السياسية. أقول إن كل ما قاله الأخوات في حق المرأة العالمة ينبغي في حق المرأة السياسية فالمرأة السياسية قد يكون دعاها مستجاب لا مانع من ذلك. فبالتالي عليها الدعاء يطلب منها الدعاء والتركيز على الدعاء.
والمرأة المسلمة لها والمرأة السياسية لها أولاد، مطلوب منها أن تربيهم على القضية وأن تفقههم في القضية وأن تذكرهم بالقضية وأن تجعلهم مثلنا نحن الآن. نحن في موريتانيا ولله الحمد نتاج أمة كانت تحس بألم الفلسطينيين، وكانت تحب الفلسطينيين، وكانت تدرس مقطوعات الشعر التي تمجد الجهاد في فلسطين. فاستيقظنا على فلسطين وهي جزء منا ونحن جزء منها، معناها أن نصرتنا لفلسطين الآن ناتجة عن جهد سابق كان موجودا في هذه البلاد. ذلك الجهد ينبغي أن نواصله نحن، وأن نعلم أنه علينا أن نوصل هذه القضية إلى الأجيال المقبلة، وأن نعلمها إياها، وأن نفقهها بها، وأن ندحض لها كل الدعاوى التي تدعي عدم عدالتها. أن نؤكد لها أن هذه القضية قضية عادلة، وأنه شعب أريد له أن تنتزع أرضه لصالح شعب آخر لم يحتمله غيرنا. الأوروبيون أهدوا فلسطين إلى اليهود لأنهم لم يحتملوهم في أرضهم، فأرادوا أن يخرجوهم من أرضهم إلى أرض أخرى هي أرضنا نحن، وأرغمونا على قبولهم. ولذلك هم الآن يدافعون عنهم وينصرونهم بكل ما أوتوا من قوة، ويقفون إلى جانبهم ويدعمونهم حتى لا يخرجوا من هذه الأرض، وسيخرجون منها بإذن الله إن شاء الله، وسيخرجون من المسجد الأقصى، وستتحرر فلسطين إن شاء الله. المرأة السياسية تمارس دورا مهما في صنع القرار. وقديما قيل إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، والقرارات ذات أهمية كبيرة جدا في حياة الأمم، وقيمتها كلمة من حاكم وكلمة من رئيس وقرار من دولة، وهذه تفعل ما لا يفعله كثير من خطبنا نحن ومن محاضراتنا ومن كلماتنا. بالتالي هذا الفعل ينبغي للمرأة السياسية أن تستحضر دورها فيه، وأن تستحضر أنه ينبغي لها أن تساهم في خلق وعي كبير بهذه القضية لدى المسؤولين ولدى صناع القرار. ينبغي لها أن تسعى لخلق حماس لنصرة هذه القضية في نفوس صناع القرار وأصحاب التأثير، وينبغي أن تمارس جهدا كبيرا في ذلك. ينبغي أن تكتب، ينبغي أن تخطب، ينبغي أن تتكلم في البرلمان عن هذه القضية، ينبغي أن توصل رسائلها، ولا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من البيان ولا من التنبيه ولا من الذكر شيئا. في حرب 2006 طبيب نرويجي كان في مستشفى من مستشفيات غزة، ذات لحظة أصابه شيء شديد من التأثر، فذكر هو في مقابلة تابعتها معه على الجزيرة أنه لم يعرف ماذا يفعل، فجلس لحظة على كرسي وكتب تدوينة من 5 أو 6 كلمات ونشر هذه التدوينة. كتب الله لهذه التدوينة لعله بصدق تأثره في ذلك الوقت أن لا يمسي المساء حتى تعم أوروبا كلها. النرويج في نفس اليوم سيرت قافلة إلى غزة، سيرت قافلة معونات إلى غزة. معناها المقصود من هذا أنه لا تحقرن من التصرف في هذا المجال شيئا، لا تحقرن. إحداكنا تجلس مع مسؤول أن تذكره بالقضية وبأهمية دعم القضية وبأهمية الحديث عن القضية وأن تتحدث معه عن القضية. ينبغي أن تخلقنا وعيا عاما لدى الجهات المؤثرة بهذه القضية، والآن يساهم الآن ما يشاهده الناس على الشاشات وما يتابعونه من فعل للصهاينة الغاصبين في غزة، يساهم في إمكان تعبئة لأجل نصرتها. فليس
في المسلمين وحتى في غيرهم من ذوي الضمائر الحية من يشاهد كل يوم هذه المشاهد التي نشاهدها على الشاشات فلا يتأثر بها ولا يستعد لأن يبذل في سبيل نصرة هؤلاء شيئا. بعض الناس يرى أنه لا فائدة من كثير مما نفعله للقضية وليس ذلك بصحيح. والدليل على أنه ليس بصحيح أن الصواريخ الآن التي تدك إسرائيل وتدك تل أبيب وتدخل اليهود إلى الملاجئ كان بعضنا يضحك عليها ذات مساء قريب ويقول هذه صواريخ عبثية وهذا عمل عبثي. الآن تأكد أنه ليس عبثيا وأنه جد وأنه ليس فيه هزل. ينبغي أن تكون المرأة السياسية في حزبها مستعدة لمحاولة التأثير في قرارات الحزب. المرأة السياسية في حكومتها ينبغي أن تكون ساعية للتأثير في قرارات حكومتها. المرأة السياسية الدبلوماسية ينبغي أن تتذكر أنها ممثلة للأمة الموريتانية وأنه عليها أن تحمل قرارات مقاطعة العدو الصهيوني وقرارات الوقوف مع إخواننا في غزة وقرار أن تحملها إلى كل مكان تصل إليه. ينبغي أن نحاول أن نبث الوعي بالقضية. في ورشة السياسيات بالأمس اتفقنا وتحدثنا عن محاولة ابتعاث قوافل تجوب الوطن من أجل أن تعبئ لهذه القضية ولأهميتها. ومن المعروف أن القضية حين تصل إلى كل بيت وحين تصل إلى كل شخص وحين لا بد أن تتأثر بها القوة الفاعلة ولا بد أن يكون لها تأثير في حياة الأمة. لا يمكن أن يعيها الناس كلهم وأن يعلموا بها وأن يتحدثوا عنها وأن يسعوا فيها إلا وانعكس ذلك تأثيرا إيجابيا على موقف الجهات الفاعلة منها ينبغي تفعيل ما تحدثنا عنه بالأمس في الورشة السياسية من خلق شبكات نسائية لدعم القضية، وهذا يكون للسياسية فيه قدرة كبيرة على الفعل حين يستطيعن أن يشبكن علاقات من أجل القضية وحين يستطيعن أن يتجاوزن علاقاتهن السياسية إلى علاقاتهن لدعم القضية. فمثلا يستعلين على التحزب ويستعلين على المواقع السياسية ويجتمعن جميعا كما هو الحال والحمد لله الآن في بلدنا يجتمعن جميعا على نصرة القضية، فلا بد أن يحدث تشبيك مهم يؤثر في الساحة السياسية. الوقت قصير والبضاعة مزجاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للنائب أم المؤمنين أحمد سالم على هذه المداخلة التي كانت حول دور المرأة البرلمانية والسياسية، وقد تطرقت لهذا الدور وأهميته ومدى تأثيره على القرار السياسي والقرار السلطة التنفيذية وأهمية ممارسة المرأة السياسية لهذا الدور نصرة للقضية الفلسطينية. الآن في محور رابع تتحدث لنا السيدة سلمة سي رئيسة الجمعية الموريتانية لترقية تعليم البنات عن دور المرأة الحقوقية في هذا المجال. غلبتمونا السياسة والحقوق. ما كنا معطونا أن نقبل أول. طيب.
بنتين وبنتين، قلت يلا تطوم لوحدها. صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يحفظها. سبحانك ربي لا علم لنا الا ما علمتنا. اللهم انصر من نصر دينه يا ارحم الراحمين. اللهم انصرنا. ما نعرف حسانيتي ما هي حتى يعني نحاول